الحياة وعاد 28 إلى كتلة العقدة، وذلك نتيجة لتواجد منخفض الضغط الجوي على الجنوب الجزائري يتجه تدريجيا نحو الجنوب التونسي مساهما بذلك بتسير تيار قوي جنوب شرقي يتجه تدريجيا إلى شمال شرقي على خليج جابس، بينما يهيمن انخفاض تدريجي للضغط الجوي ببقية المجالات. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، الطقس يكون أحيانا كثيف السحب، هذه السحب تكون مؤقتا عادية مع بعض الأمطار الضعيفة بأغلب المجالات البحرية. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس تهب ريح غربية شمالية غربية بين 20-25 مع إمكانية أن تتجاوز أثناء ظهور السحب الرعدية 35 عقدة والبحر يكون مضطرب. بشرق تونس تهب ريح جنوبية شرقية ثم شمالية شرقية بين 15-25 مع إمكانية أن تتجاوز أثناء ظهور السحب الرعدية 35 عقدة والبحر يكون قليل الاقتراب تدريجيا مضطرب. أما بخليج جابس فتهب ريح جنوبية شرقية فشمالية شرقية بين 20-30 عقدة مع إمكانية أن تتجاوز مؤقتا 40 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر شديد الاضطراب. أما رؤية فتمتد عامة بين 2-6 أميال بأغلب المجالات. هذه الليلة طقس عامة يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. بشمال تونس تتواصل الريح غربية شمالية غربية بين 20-30 عقدة والبحر يكون عامة مضطرب يصبح شديد الاضطراب خاصة بالمنطقة الشرقية لشمال تونس. بالنسبة لشرق تونس تهب ريح شمالية فشمالية غربية بين 20-25 عقدة والبحر يكون مضطرب. أما بخليج جابس فتهب ريح شمالية فشمالية شرقية بين 15-25 عقدة والبحر كذلك يصبح مضطرب. أما الرؤية فتتقلص تدريجيا من 6 إلى 2 بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد إن شاء الله، طقس عامة يكون مغيم جزئيا ثم تدريجيا سحب عابرة بأغلب المجالات البحرية. الريح تهب عامة من القطاع الشمالي تكون غربية شمالية غربية بشمال تونس بين 20-30 عقدة والبحر يكون عامة شديد الاضطراب خاصة بالمنطقة الشرقية لشمال تونس. بالنسبة لخليج الحمامات تهب الريح شمالية فشمالية غربية بين 15-25 عقدة والبحر يكون عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. أما الرؤية فتمتد من 2 إلى 5 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس تهب ريح تكون ريح الصباح جنوب شمالية شرقية ثم تتجه أثناء النهار إلى جنوبية شرقية في بداية اليوم بين 20-25 عقدة ثم تتقلص تدريجيا 10-15 عقدة والبحر يكون مضطرب في الصباح ثم تدريجيا قليل الاضطراب. أما الرؤية تبقى في نفس المعدل تمتد بين 2-6 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر بمياس فاقس متر و14 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و40 دقيقة و76 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و47 دقيقة. بميناء جابس متر 35 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و18 دقيقة و94 سنتيمتر على الساعة 4 صباحا و34 دقيقة. أما بميناء جرجيس ف63 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و52 دقيقة و48 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و51 دقيقة. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم مشاهدينا الأعزاء زيارة موقع الويب meteo.fr أو عن مباشرة عن طريق الهاتف على الأرقام الظاهرة أمامكم. دمتم في رعاية الله، شهد طيبة للجميع.